ليلى، أنا ديما نستغرب عدم حضورك في الأعمال الدرامية في مع غيابك على التلفزة عموما. أنا ما نراكش في برامج، ما نراكش في المسلسلات مؤخرا. علاش هذا اختيار منك ولا اختيار من المخرجين ولا تغييب الليلة الشاب؟ خلنا نفهم. من ناحية البرامج معناها لتولك شو قصدك؟ اي يعني بيان سور، برامج الترفيهيه، برامج الترفيهيه والمنوعات اللي يستدعوا فيها الفنانين ولا اي وهدي زعيم ولا لا. انا راني ما نحبش الحضور. انت ما تحبش؟ اي علاش ما نحبش؟ ما يعني لي حتى شيء. وزيد انا طلبت كونهم يخلصونا خاطر بون الحقيقه انا في اخر مره خاطر كنا متخاصمين هكا ومتنبزين فيك طلب مني سماح واحنا تربينا مع بعضنا مع كبرنا مع بعضنا معناها ما نجمش ما نحضرلوش. معناها حضرت هيلو هو عربون محبة معناها وكها بيسك هو عربون تسامح أكبر مني خاطر نوفل شوية هو عربون تسامح. ايه شكون ما نجمش نرفضك سماح. ليلى شكون أكبر من شكون؟ انا اكبر من نوفل. نسخير قلت لي نوفل اكبر منك شويه. لا قلت لك هو اخويا اصغر مني طلب مني سماح. انا اكبر منه يلزمني نقبل السماح. وانت قلبك ابيض فهمت معناها هذيك حضرته اخر مره كي حضرت مع سمير الويفي وعدني كونه باش يخلصني وما خلصنيش زاده دونك تنبزته ولا لاباس؟ لقاء كان مع السيد مورو. اي نتذكر اي نتذكر في الحضور هذاك. هذاك كان اخر لقاء مع سمير الويفي. كيف كيف لحقت وعلاش الشرط هذايا اللي حطته ليلى الشاب انه ما عادش تحضر في البرامج كان بالخلاص؟ لا لا ماهوش شرط. اولا هو الفنان نورمالمون في العالم مش كان في تونس يخلص في العالم العربي الكل وحتى في العالم الاجنبي. بون انت والمارشي ماك تعرف المارشيات مش كيف كيف مش كيما مارشي تونس كيما. سامحني توا انت حتى قال قلت له قلت له انت فنان قاعد ما يخدمش مسرح عام ونص نورمالمون لي زانيماتور وحدهم يقولوا بصراحه معناها كل مره نستدعوا حد وخسروا له ام تي بودجي اللي هو اش معناها ام تي بودجي قداش؟ خلينا نفهم ام تي بودجي من 500 حتى ل 1000 يا اخي 1000 دينار شنو ما هما حتى شيء مليون معناها في الوقت هذا صحيح اي حتى شيء ما يقضيو لكش فهمت؟ ما فيها بيس. معناتها كمقترح مش شرط اساسي. لا 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 انا ولي لي شرط. وليت شرطه معناتها ما عادش تحضر في حتى برنامج بلا مقابل. هاو عيطوا لك وما خلصوكش. شكون؟ قلت لي سمير الوافي عيط لك وما خلصكش. ايه لكن هو ما معناها خلص بوعده. خلف بوعده، معناتها قال لك اصبر عليا ولا قال لك لا مانيش مخلص؟ لا ما قاليش اصبر عليا. قالك باهي تو نخلصك ومن بعد ما فماش فلوس ومن بعد ما عادش يجاوبني. ما عادش يهز عليك التليفون. ما عادش يجاوبني وبعث له دي ميساج وقلت له عيب عليك. واضح واضح. فهمت خاطر ما انا نتفق انا وياك على مبدا. لازم نمشيو على المبدا هذاك. معناتها كان سمير توا يسمع فيك شلون تقول له؟ خاطر سيرمون تو باش يراها على الفيسبوك. نقول له فهالعويش اللي يخلص يخلص روحه ولا. اما اسكو باش يخلصك سمير ولا باش يخلص لك مؤسسه اللي استضافتك؟ لا سمير. اتفقت انه سمير هو اللي باش يخلصك. هو اللي وعدني. هو اللي وعدني. مش حد اخر. بيجي كبير صغير قداش؟ قداش؟ لا حكايه فارغه. قداش حكايه فارغه؟ والله ما طلبتش حكايه كبيره اي. معناتها بالنسبه لسمير الوافي حكايه فارغه. عطيت كان 500 قلت له ما يسالش. 500 من عند سمير الوافي حكايه فارغه. حكايه فارغه. باهي.